الجلسة الثانية لتقديم أحد المتهمين بالقتل ديال ولدنا يوم 25 جوز 1993. دونك حنا جينا نحضروا في الجلسة الثانية ونؤمن بمؤسسة القضاء وبالقرارات ديالها. أما القرار الذي اتخذته الهيئة اليوم هو تأجيل الملف إلى يوم 19 من شهر 3 2019 على الساعة 10 صباحا بالقاعة جوج بدل القاعة الأولى اللي كانت ضيقة. راه كاين دابا حامي الدين وكاين 4 ملفات أخرى معروضين على جلسة 26. فعلا دفاع المتهم طلب تأجيل جلسة لإعداد الدفاع. حنا التمسنا من جانبنا وافقنا على الملتمس ديالو. لا نرى مانع عن تأخير الملف لأن حق الدفاع حق دستوري ومن النظام العام وحق مقدس. أكدنا الملتمس لا نرى مانع عن أن الاستجابة للملتمس زملاء. لا يمكننا أن نعيب عليهم أيضا أن يحضروا لهم الحق في أن يحضروا. من آمن بقضيتهم لأن القضية القتلى لا أعتقد أن شخص غيآمن بها. اللي تحفظنا في الجلسة السابقة تحفظنا على حضور بن كيران لأن كان رئيس حكومة سابق وكان رئيس حكومة لكل المغاربة وعبنا عليه يجي وعبنا أيضا. راه شفنا اليوم حتلا ذاك رئيس المجلس الجماعي ديال المكناس خلى والبرلمان بعض البرلمانيين هادو ماشي برلمان الأمة. أنا محمد ديني تنقول هادو لا يمثلوننا. هادو برلمانيين عدالة والتنمية برلماني حامي الدين القاتل يمشيو بالله عليكم. واش حنا هذه راه جريمه كبرى ان يتم تاجيل جلسه برلمانيه لحضور جريمه قتل. وفين قضايا المواطنين وقضايا الشعب؟ واش نتوما برلمانيين العداله والتنميه ولا برلماني الشعب؟ يعني باش كيبين لك ان هذا الحزب هذا كيشتغل بنظريه الطائفه وبنظريه الحزب وبنظريه الجماعه. هم لا يؤمنون بالوطن على حد تعبيري. هم لا يؤمنون بالوطن هم يؤمنون بالجماعه وبالحزب وبالطائفة وآخر حاجة تهمهم مصلحة المواطن. جلسة مقبلة سنعتقد بأنه حنا هذه المرة تساهلنا وخلينا الأمور تدوز. أما في جلسة مقبلة لن نتساهل لأنه تخص الملف يتحكم. تخص هذه من 1993 فاش مات هذا السيد هذا ونحن 26 سنة. حنا راه 25 في الشهر جايه ديال جوج هي الذكرى ديال الاغتيال ديال الشهيد ايك الجيد. فما عندها حتى شي معنى انه يبقى هذا الملف هاد السنين كلها وما يتحكمش. اكثر من هذه قرينه البراءه انه في حاله صراح في حين ان ملفات وحده اخرين ديال القتل تنشوفوه ملي تيكون فيهم وسائل الاثبات تيكون الاعتقال. ولكن حنا بالنسبه لنا تنتظروا الحكم النهائي ديال هذا الملف والمره الجايه تخصنا الملف يبدا في المحاكمه. وشكرا. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.